أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم حبيبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وانتم بتشوفوا الفيديو بتاعي النهارده. كده معانا روتين ويوم جميل كده وبسيط وان شاء الله يعجبكم. الروتين ده كنت عاملاه في تقريبا اخر يوم امتحانات لابني، يا رب ينجح اولادكم جميعا. الحمد لله اولادي نجحوا. طبعا زي ما انتم شايفين كده قمنا كده ولعنا التلفزيون وجبنا القرآن الكريم القناة بتاعت السعودية، وكان عندي شويه مواعين كده غسلناهم، شايفين يعني كانوا شويه محترمين. الحوض بقى مفيهوش غير حاجات بسيطه كده بتاعت الفطار، كوبايتين على طبق كده، حاجات سهله فهنعملها وهنظبط الدنيا دي قبل ما ننزل ونشوف هنجيب ايه من تحت. طبعا نزلت كده اتسوقت شويه حاجات زي ما انتم شايفينها كده من جنبنا هنا مش من بعيد. جبت خيار، طبعا ده مش خيار بلدي بس هو بقى الموجود دلوقتي. جبت كيلو كده مش عارفه كان بكام، وجبت نعناع. طبعا عارفين العيش بحب النعناع جدا اي مكان بلاقي فيه نعناع بشتريه على طول ما بترددش، بحبه جدا في الشاي او في المحشي او في اي اكل بتعمليه كده وبتحب تضيفي له النعناع بيدي نكهه جميله. وابني بقى كان عايز كده خرشوف محشي، فده كان اخر الخرشوف بقى خلاص بيبيعوه عندنا، كان واحده بجنيه، فجبت كده كمية عشان اعمل له طبعا خرشوف وبطاطس محشية باللحم المفرومة، وجبت طماطم وجبت بطاطس وحولت كده على الفرن. جبت شوية حاجات بسكوت، طبعا كان لسه عندهم بسكوت بتاع العيد، ولقيت البيتزا طازة ولسه سخنة فجبت كده شوية دول، وجبت عيش فينو للعشاء او للفطار. قعدت كده استعنت على الشاي بالله وقعدت كده قلت انضف الخرشوف زي ما انتوا شايفينه. حط الكيس طبعا اللي كان فيه الخرشوف، وببتدي بقى ايه انضف كده واحط في قلب الكيس عشان الدنيا ما تبقاش ايه مبهوقه كده حواليا وانا شغاله. على النار بقى حطينا كده حله وحطينا فيها شويه زيت وحطينا الصلصه بتاعتنا تسبك عشان الخرشوف اللي هنعمله. كمان بدات اعمل شويه رز بشعريه، طبعا كلنا شاطرين كده وامامير وبنعرف نعمل الرز بالشعريه. هنا كده ابتديت اعصج اللحمه عشان الحشو بتاع الخرشوف والبطاطس. طبعا تعصيج اللحمه ما فيش ولا اسهل من كده، بتحطي حته الزبده او السمنه بتاعتك وشويه الزيت وعليهم البصلايه، يا دوب كده البصلايه تسخن وتطلع ريحتها جميله. بننزل على البصلايه باللحمه وشويه ملح وفلفل، وبنحط لها سنه ميه كده في الاخر عشان ايه تشربها واللحمه ايه نضمن ايه استوت كويس. دي كميه البطاطس اللي انا عاملها، قورتها بالشكل الجميل ده، شايفين شكلها حلو ازاي. القلب بتاعها مش برميه، بس بسلقه كده في شويه ميه وملح وبحطه في قاع الصينيه او البايركس اللي انا هشتغل فيها. عاوز اقول لكم شويه البطاطس دول اللي بيبقوا في قاع الصينيه بيبقوا جمال جدا، بيبقوا طبعا واخدين بالصلصه وواخدين لحمه معصجه، وبيبقى جميل بيتاكل على الرز او بيتغمس كده بعيش. حضرت هنا كده طاسه معايا، دي كنت قاليه فيها بطاطس، هبتدي احمر فيها البطاطس بتاعتي واجهز بقى ايه للصينيه. اهو زي ما شايفين انا جبت التوكن باركس بتاعي الجميل ده وحشيت الخرشوف، شايفين شكله حلو ازاي، كان طعمه تحفه بجد وعجب ابني. والبطاطس كده بعد ما حشيناهم طبعا حطينا عليهم الصلصه بالشكل الجميل ده، صلصه من غير اي حاجه بس شويه ملح وفلفل وحبه الزيت بتوعي وشكرا على كده. وبدخلها بقى الفرن تستوي، مش بتاخد وقت خالص. طبعا هي تقريبا كل حاجه فيها مستويه، البطاطس متحمره، الخرشوف طبعا مسلوق، سلقته طبعا شويه ميه ودقيق وملح. الخطوه دي كنت عاملاها معاكم كذا مره قبل كده عشان كده ما حبيتش ان انا ايه اكررها تاني في الفيديو،
وعملت اكيد معاكم طبعا صينية البطاطس والخشوف دي كتير، بس حابة اشارككم يومي كده وروتيني عشان تتنشطوا كده، وكل واحدة وراها حاجة تقوم تعملها. دخلت الفرن، استوى واديت له كده لون بسيط على الشواية او كده زي ما انتم شايفين. وبالهنا والشفا لكل اللي هيجرب الوصفة الجميلة دي، سهلة وبسيطة جدا. في ناس بتحب تعملها بالبشاميل، وبالبشاميل برضو بتبقى جميلة. ممكن تعمليه الصينية نصها صلصة ونصها بشاميل على فكرة، بس انا عندي كلهم هنا بيحبوها بالصلصة، انا عملتها بالصلصة وطبعا بتاكل منها زي ما انتم شايفين بألف هنا وشفا، جنب الرز بالشعرية بقى، جنب رز ابيض، ممكن جنب مكرونة، ممكن تغمس كده بالعيش وشوية مخلل، بتبقى وجبة جميلة وتغيير، ويوم بيعدي من علينا. وبألف هنا وشفا، واشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.